السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد فتحي، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم وهو موضوع منصة إدمودو للتعليم عن بعد. في الجزء الأول من الموضوع اللي هنتناوله النهاردة هنتكلم عن إزاي ننشئ حساب كمعلم، بعدين إزاي تنشئ حساب كطالب، بعدين لو في إمكانية نعمل حساب برضه للبيرنت اللي هو ولي الأمر. طيب، عندنا ده الواجهة الأساسية بتاع البرنامج زي ما أنتم شايفين كده، دي الصفحة الرئيسية. يعني لما تكتبوا في البحث ادمودو www.edmodo.com بيظهر معانا الواجهة اللي انتم شايفينها دي، ومفروض ان احنا ندخل منها. اول حاجة لو احنا عندنا حساب سابق فبنخش على log in، يعني اسجل بحسابي السابق بالشكل ده، بكتب ايميلي، بكتب الباسورد، بدخل على طول. او ان انا لو كنت مسجل بايميل جوجل بدخل من هنا، او بايميل هوت ميل او المايكروسوفت من المكان ده. طيب لو انا ما عنديش حساب خالص بعمل ايه؟ بختار ساين اب. طيب لما احط الماوس او لما احط يعني وين اي كليك اون ذيس ايكون اللي هي ساين اب، بيظهر لي اي ام ا تيشر، اي ام ا ستودنت، اي ام ا بيرنت. بتحدد طبعا، لو انت تيشر بتدوس على واحده منهم بالشكل ده فيجيب لك صفحة زي ده تسجل فيها من جديد. لو انت يعني student فبيجيب لك صفحة مختلفة زي دي كده، يعني شوف هنا في كود الفصل اللي المفروض الطالب يخش عليه. طيب لو انت parent بيبقى له واجهة برضو ثالثة مختلفة بالشكل اللي شايف ده، بيكتب رقم التليفون الأول والايميل او الباسورد بتاعه، وعن طريق بيدخل برضو بالايميل او الباسورد او التليفون. طيب النهارده بقى هنتكلم بشكل اساسي، او يعني في الجزء ده طبعا انا هقسم الفيديو لاجزاء، لان انا سجلت فيديو كبير طلع ساعه وشويه، طلع حجمه كبير فيبقى صعب ان هو يترفع مره واحده او الواحد يشوفه على مره واحده. فالنهارده هكتفي، مش النهارده، في الجزء ده هكتفي ان انا اشرح فيه الجزء ازاي تسجل فيه كتيتشر من جديد. طبعا عندنا ثلاثه ايكونز زي ما انتم شايفين كده، عندنا تيتشر وعندنا ستودنت وعندنا بيرنت. لو دوست على تيتشر بالشكل ده فبقول لي هتسجل بالجوجل ايميل بتاعك على جوجل، لو انت عندك ايميل على جوجل جاهز، او هوت ميل على هنا. طيب او انت ما عندكش خالص فبتكتب ايميل جديد خالص، فانا هكتب اي ايميل ما سجلتش بيه قبل كده. تمام، هات ياهو دوت كوم، نفرض يعني ده ايميلي، وهختار لنفسي باسورد بالشكل ده. تمام، هو الويك بس هيسجل بيها عادي. اذا انا كتبت يمين وكتبت باسورد عادي، فاول ما بدوس كرييت يور اكونت يعني ابدا اعمل الاكونت بتاعك، فبيظهر لي صفحه على طول ثانيه مسهل. ايوه، بيقول لك ويلكم تو ادمودو، اهلا وسهلا بادمودو، ليتس جيت يو سيت اب، خلينا نظبط لك الحساب. What name do you want on your profile؟ عايز النيم يبقى ايه على البروفايل، فانا اختار مثلا دكتور احمد كده. طيب last name نكتب مثلا فتحي، اوكي بالشكل ده بسرعه يعني عشان ما اخدش وقت، واقول له next، يعني دوس هات الصفحه اللي بعدها. فاول ما بطل بقول لي هاي دكتور احمد، what would you like to do first؟ ايه اللي انت عايز تعمله الاول؟ هتعمل سيت اب ا كلاس يعني هتحط فصل، ولا اكسبلور يور انترستس هتعمل ايه، ولا هتشوف اهتماماتك ايه وهتخش يعني الموقع تشوف ايه اللي يعجبك جوه. طبعا احنا هنبدا الاول بان انا اعمل كلاس مبدئيا كده عشان برضه ننتهز الفرصه ازاي نعمل كلاس. فاول ما بقول سيت اب ا كلاس بيفتح لي الصفحه دي، بيقول لي سمي الكلاس، هسميه مثلا بريب وان انجلش. تمام بالشكل ده، والسبجكت هختار من عندي لسته اهي، بختار منها المواد، فيها كل المواد سوشيال ستايلز يعني دراسات، طبعا مع يعني ان شاء الله يكون في نسخه عربي بس. هنختار انا لانجوج ارتس اللي هي الماده الاداب يعني اللغات، واختار منها الماده اللي انا بدرسها اللي هي الانجلش، وبعدين اختار الصف اللي انا عايزه اللي هو، لا انا قلت ان الفصل ده اولى اعدادي فاختار جريد 7 او 7th جريد بالشكل ده، وادوس على نكست. فبيقول لي اختار لون تميز به الفصل، فاختار الفوشيا ده اللي هو البينك ده، وكده يبقى عملت. اقول له كرييت كلاس يعني اعمل الفصل. طيب
بيقول لي لما عملت الفصل قال لي انت هتضيف عليه ستودنتس، فاقول له اه هدوس يعني هضيف ولا اكسبلور كلاس ولا هدخل جوه الفصل وبعدين اضيف ستودنتس. خلينا نخش نضيف الطلاب يعني اوريكم ازاي نضيف طلاب. لو دوست كده هيعمل ايه؟ اه جاب بيقول لي دخل اسم الطالب واللاست نيم والايميل ريكومندد. احسن انك تعمل ايميل هنا تحط ايميل يعني انت تحطه وتحطه، ممكن تسجل اسم الطالب بس يعني ممكن اسمي مثلا طبعا عندي مدرسه بنات فممكن مثلا اقول ايه مثلا ضحى لاست نيم مثلا مرايه مثلا كده وهسمي مثلا نسمة وهسمي مثلا علي نختار يعني وهسمي مريم ومثلا أبوها أيمن تمام وهسمي مثلا أريج وأبوها أحمد وأقعد أسجل بالشكل ده. طبعا كل ما أحب أزود أزود كل ما أحب أزود أزود بالشكل ده. يبقى أنا ممكن أضيف أسماء الطلاب بالشكل اللي إحنا عاملين ده. هنا بقول لي أكتب إيميلات، لازم أكتب الإيميل عشان ريكومندد أفضل يعني. فبكتب مثلا مش عارف الإيميلات بكتب أي حاجة داش 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 بقول لا مش هينفع مش هينفع عايز إيميل. طيب خلينا نعمل كده، بلاش نضيف طلاب من الطريقه دي. طب انا مش عارف ايميلات الطلاب فممكن ادوس على other ways to add يعني طرق ثانيه للاضافه. باخد الايه الكود اللي بيظهر قدامي ده بحب اعمل له كوبي يعني بمسحه كوبي وبعدين اخليه معايا، او ان انا ادعي الشخص باسمه او بايميله من خلال البوكس ده بكتب فيه اسم الشخص او ايميله تمام وارسل له يعني اكتب ايميل وارسل فبروح على الايميل بتاع الدعوه على طول، او ان انا اخد كابل من الكود بتاع الفصل وبعدين اديه للطالب وادخله من ناحيه ثانيه. طيب ده بالنسبه لازاي تضيف الطلاب وازاي تعمل كلاس. لو رجعت انا كده كده انا عملت الكلاس خلاص كلاس الاولى اعدادي تمام. فتح لي البروفايل بتاعي لما رجعت الصفحه الرئيسيه لهم فتح لي البروفايل بتاعي بالشكل ده وبيقول لي ان انت بس 25% من الفايل بتاعك هم اللي اكتملوا دلوقتي فانت لازم تكمل بياناتك. فبدوس على شوف البروفايل فيو بروفايل يعني شوف البروفايل بتاعي. عندي ثلاث نقاط او تلاس اباوت يور سيلف اد يور سكول حط مدرستك اد بروفايل بيكتشر حط صوره ولا اد يور باي ولا حط البايوجرافي بتاعتك او السيره الذاتيه بتاعتك. طيب لو بصينا هنا نلاقي ده مكان الصوره دكتور احمد فتحي ده النيم بتاعي الستودنتس ما حطتش الطلاب طبعا فقال لي زيرو تمام. اد يور سكول او السنه اللي بدات فيها التدريس فانا بقول مثلا بدات في 99 99 اهو واقول له سيف يعني احفظ. طيب جيت هنا بقول له ضيف الماده اللي انت بتدرسها طبعا تيتشر انا. لو لك اي رول ثاني غير تيتشر ممكن تكتبه هنا يعني تيتشر برنسبل ادمنستريتور لايبرريان كده تك كوردينيتور ولا كونسلر ولا كوتش تكتب الحاجات دي تختار. طبعا انا اخترت تيتشر عشان كل الموضوع مرتبط بالمدرسين. وعندي هنا طبعا اختار اي الجريدز اللي انا بدرسها. طبعا انا بدرس جريد 7 بس لا بدرس مجموعه ثانيه فممكن بدل ما اختار الفصول من هنا بالشكل ده في هنا كلمه اسمها رينج يعني سمات يعني الديك بار كده والديك بار تمشي عليه تحدد الفصول. انا مثلا عندي الجريد 9 8 7 مثلا 7 اوكي لحد مثلا جريد 12 انا بدرس لحد جريد 12 اللي هو 12 يعني اللي هو 5 سنوات مثلا كده. دي المواد دي الفصول اللي انا ممكن ادرسها وبعدين بختار السبجكت اريا بختار لانجوج ارتس ومنها اختار الانجلش اللي انا بدرسه انجلش تمام وبدوس سيف بيظهر لي بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بقول بدرس من جريد 5 لحد 12 من 5 ل 12 مفيش مشكله. عايز تعدل بتدوس على القلم ده وبتعدل تاني تمشي شويه قدام وتقول له سيف كده فيظهر عندك من 6 ل 12 او لو انت مش عايز من 6 من 4 يعني 6 يعني 6 ابتدائي او تمشي بالترتيب. طبعا احنا عندنا 12 سنه تعليم. طيب بعد كده اد يور سكول فبكتب مثلا انا في مدرسه الغرق فمش هتلاقيها مش موجوده
هاي الغرق لا موجودة، أنا كنت ضفتها في حساب تاني فموجودة هي الغرق بنات، بضيفها كده عند البيانات الأساسية أو يور سكور والمواد اللي بتدرسها والصفوف اللي بتدرسها. أي حاجة عايز تعدل فيها بتحط على القلم اللي جنبها ده وتفتح تضيف. تمام. طيب بعد كده عايز هو مني أعمل إيه، أد بروفايل بيكتشر، أحط صورة بروفايل، فبدوس عليها كده بيفتح لي بيقول لي دخل كلمة السر عشان خاطر أتأكد إن أنا الشخص اللي بعدل. خلاص بعدل الحساب محدش تاني. بيظهر لي الجزء اللي انت شايفينه ده. عندك خيارين، يا اما تحط personalize your avatar اللي هو تحط انت شكل زي ده، ما تحط الصوره خاصه بيك براحتك لو الناس مش حابه تحط صورتها، او ان انت تابلود بيكتشر تحط لك صوره او فوتو من الجهاز بتاعك لو جينا مثلا في الداون لينك عندنا صوره هنا. تمام دي صوره هنا. صورة بحطها هنا. ظهر شوف فيها ستايل جميل اهي. بحط ادوس ابديت يعني اعمل ابديت للبروفايل فوتو كده بالشكل ده، وبعدين اقول اوكي فبيظهر لي الصورة بالشكل اللي انتم شايفينه. يبقى كده كملت الجزء الثاني. باقي اللي باقي لي ستيب بيقول اد يور بايو، فانت عايز تقدم عن نفسك شوية، تقول مثلا دكتور أحمد is a teacher of مثلا English language كده. He has been teaching English for more than 20 years بالشكل ده كده. بكتبهم لك كمان معلومة كمان. A qualification he has got a BA and MA in education. MA and a master's degree. MA in education. Okay, تمام. He also has a CELTA and IELTS. طبعا دي يعني اي خبرات. اوكي دي يعني بعض المعلومات البسيطه اللي عايز يكتب حاجه بيكتبها. اوكي يبقى السلتا اند ايلتس اند ايلتس سيرتيفيكيتس. مثلا تمام. وبعدين بعمل سيف فبيظهر لي بالشكل ده قدام كده. يبقى انا كملت معظم البايوجرافي ان لوكينج جود يعني كده مظبوط معقول، بما ان انت كده كملت جزء كبير منها. فعايز تكتب اكسبيرينسز تحط الاكسبيرينسز، فتسوي اسم المدرسه مثلا مثلا فيوتشر ذان يور سكول في السعوديه العربيه. تمام تايتل مثلا سكول دايركتور يعني الشهر بدك فيه تحدد الشهر، بدأت في شهر مثلا اوغست وانت في شهر مثلا ما 2015 تقريبا. الان ديت كان في شهر ما جون مثلا 2017. لو انت بتشتغل فيها ممكن تكتب ريسبونسبيلتي مش لازم، بعدين تقول سيف. ده يعتبر انت ضفت اي اكسبيرينس بالشكل ده. طيب ممكن تضيف تاني وتالت ورابع زي ما انت عايز. لو انت عايز تضيف الانترستس بتاعتك هتكتب تعملها كده. انا اخترت الانجلش بتدوس عليها. عايز تعدلها من القلم، عايز تحذفها من السم اللي انت شايفها دي، خلاص كده. لو في جدول بقى سكادجول عندك جدول حصص ولا حاجه معينه بتحطه هنا سكادجول، بتحط مثلا تكتب، هو بيفتح لك يقول لك ان الكلاس بيريد الحصه كلاس سبجكت الماده الروم الاور، انت بتحط فيها البيانات وتحطها بيظهر عند الطلاب.
اللينكس اللي هو على عايز تربط حسابك بالموضوع، وهذه البادجز هي لو انت هتحتاج تعمل بادجز للطلاب كهدايا ولا حاجه. بكده هنشوف كده، نرجع كده للهوم بيج. هذا الهوم بيج بتاعتنا، تمام. عندي فصل واحد ادي على الحصول، وادي يقول ان البروفايل طبعا كان هنا مكتوب انه ناقص معلومات لكن هنا خلاص اشتغلت. وادي صفحه زي صفحه الفيسبوك بقدر من خلالها اعمل منشورات للطلاب يشوفوها. وادي الناس اللي ناشرين معايا برضه على نفس البرنامج او على نفس المنصه. لو انا محتاج بس اشوف فصولي والاكتيفيتيز اللي تخصني بس ما تخصش الاخرين، بدي العلامه اللي هنا دي وبدوس عليها كده، تمام. فبقول لي كلاس اكتيفيتي اونلي، اللي هي الحاجات المنشورات الخاصه بيا انا. طب لو عايز اشوف الناس التانيين زمايلي على المنصه بينشروا ايه، بفتح ويظهر لي الاشخاص زي اللي انتم شايفينهم دول ناس ناشرين لطلابهم او ناشرين بوستات او منشورات على المنصه كانها زي صفحه الفيسبوك، حتى لو تاخدوا تقريبا نفس الشكل يعني. هنا عندي ايكون بيقول لي فلتر بوست باي، يعني هت عايز البوستات تظهر لك باي مين، اللي بتاعتك انت الاول ولا باي اذرز الاخرين. ليتست بوست يعني اخيرا، ولا ليتست اكتيفيتي ولا اخر نشاط ولا اساينمنتس اللي بتيجي في الاول، ولا تولز ولا كويزز ولا كويزز. طبعا بتختار انت اللي انت عايز. طبعا ليتست بوست اخر المنشورات، ليتست اكتيفيتي اللي هو النون اخر نشاط، والاساينمنتس اللي هي الامتحانات، والتولز اللي هي الاستفتاءات والاستبانات، والكويزز اللي هي الامتحانات القصيره. طبعا بتختار انت اللي يناسبك، وتختار انت اللي عايز كده ولا الاخرين، يعني هترتب نفسك ولا ترتب الناس. طيب ده كان الجزء الاول، ازاي تسجل على المنصه بكل بساطه، وازاي تدخل منك ويبقى لك حساب كده. انت لك حساب. لو بصيت فوق هنا هتلاقي فوق الهوم اللي هو الصفحه الرئيسيه، الكلاسز بتاعتك. عايز تعمل كلاس مانج تتحكم فيها، تضيف تزيد تحذف، واتش دو يعني يظهر لك الحاجات اللي انت طالبها من الطلاب ومواعيدها، والبروجرس بتاع الطلاب، بروجرس اللي هو التقدم في مستوى الطلاب. لو انت عايز تشوف من اللي حل، من اللي حلش، من اللي سكور جيد يعني عمل سكور كويس ولا لا. ده ديسكفر لو انت عايز تكتشف الاخرين، شوف ايه الموجود على المنصه وتستفيد منه تضيفه لمكتبتك مثلا الخاصه بيه. فطبعا عندي هنا موضوعات كثيره وفيديوهات ممكن استفيد منها في ان انا اضيفها للمكتبه بتاعتي، وفي جيمز، دي الجيمز ودي كولكشنز مجموعه من الصور. تشوف الكولكشن ولو انت عايز تضيف المكتبه تضيفه، تمام. هنا برضو عندي فيتشرد ابس اللي هي التطبيقات اللي ممكن تستفيد منها من الموبايل، تمام. حتى المنصه دي لها تطبيق على الموبايل، ولكن يعني معرفش هو بيركب اندرويد ولا لا، ولكن بعد كده ممكن اديك رابط يخليه يركب على التليفون. وهنا عندي اللايبرري الخاصه بيا، وهي عباره عن ثلاث اقسام. يا اما انا بضيف ملفات من عندي، بقول نيو واضيف حاجات من عندي، بس عايز اضيف للمكتبه اي حاجه، بختار فايل ابلود ولا ريفا فولدر ولا لينك ولا كويز، ولا اختار وورد دوكيمنت. طبعا المنصه مربوطه اصلا ببرنامج اوفيس، فتقدر تخش من هنا وتكتب اللي انت عايزه وتحفظه في المكتبه. اكسل شيت يعني تعمل اكسل، او باوربوينت برزنتيشن تحطه من هنا. طيب لو انت عندك حساب على ون درايف على ويندوز، تختار وتجيب المعلومات الموجوده عليها تستلمها من هنا. لو عندك حساب على جوجل درايف بتجيبهم من هنا برضه، وتربط الحساب بتاعك بجوجل درايف، يقدروا الطلاب يشاركوك نفس المستوى. طيب الايكون الاخير ده لو دوست عليه، لو انا يعني كليك اون ذيس ايكون يظهر لي المسجز الرسائل. طبعا المسجز والريسنت بيحط احدث الرسائل بتظهر في الجانب ده، وفي هايدن لو انت مش عايز حد تظهر له الرسائل فبتعمل هايدن مسجز بتخفيها. لو انت عايز تكتب رساله بتدوس على القلم ده ويقول لك نيو مسج، هتختار مثلا اي شخص يعني وتكتب اسمه، وبعدين نيو مسج بتعمل ارسال، بيظهر لك هنا بعد ما تخلص بتعمل ارسال. كمان ممكن تعمل ايموجي، يعني تحط ايموجي يعني تحط شكل كده ضحكه او حاجه. اد فروم لايبرري، ممكن تجيب حاجه من المكتبه، ممكن تعمل مرفق اصلا من بره من الكمبيوتر بتاعك. وكده انا وصلنا لنهايه الجزء الاول. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا يعني، وان الشرح يكون بسيط وواضح. وطبعا هنقسم الموضوع لاجزاء، ازاي نضيف فصول في جزء، وازاي نعمل حساب في جزء يعني احنا شرحناه دلوقتي، وبعد كده ازاي تتفاعل انت وطلابك، وازاي تعمل امتحانات، ناخدها جزء جزء ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.